تحرير الشام تدخل عفرين لأول مرة منذ تحريرها وتوجه أرتالها باتجاه عزاز. وفاة سيدة بقصف الحمزات لمدينة الباب وضحايا الاشتباكات ترتفع لأربع سيدات وطفل. مظاهرات في عزاز والباب رفضا لدخول تحرير الشام. استنفار ونفير عام في عزاز واشتباكات بين الفصائل على محاور كفر جنة وشمالي الباب. مقتل وجرح 38 عنصرا للنظام بتفجير طال حافلة عسكرية بدمشق. الشبكة السورية تقول إن انتخابات الإدارة المحلية بمناطق النظام عديمة الشرعية. بايدن يعلن استمرار حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالوضع في سوريا. الليرة السورية تتحسن نسبيا وتسجل 5070 أمام الدولار. صاغة النظام ترفع سعر غرام الذهب إلى 232 ألف ليرة. 60 نبضة. أخبار شام.